ما معك؟ لا، هذا رقمنا، اتصلي واستشري مع الدكتورة سناء العناني الاختصاصية في الحمية والتغذية وطب التجميل زينب من دمنات. صباح الخير على أصوات. صباح النور. أهلا وسهلا زينب. أنا فرحانة بزاف حيت صبر لي الخط. وأنا فرحانة اللي شبر لك الخط. مرحبا. وفرحانة بزاف حيت أول نهار كنت سمعت الراديو، أول نهار كنت اتصل دي شت ليا. إيوا تبارك الله، وطلبها كبيرة إن شاء الله. شنو بغيتي؟ شنو تمنيتي آخر؟ مرحبا على أصوات. هذه أول نهار اكتشفتي أصوات؟ أنا أول نهار قالت لي صاحبتي شدي أصوات راه من زوين. وشنو سميت صاحبتك؟ وشديتو أول نهار، وأول نهار كنت اتصل دي شت ليا. وشنو سميت صاحبتك؟ سميتها سكينة. سكينة، كنشكر كثير سكينة. دابا هاد الأخت سكينة راها سفيرة ديال أصوات، لأنه خلات زينب تكتشف راديو أصوات وبرنامج حديث ومغزل. حيت شد لي الخط أول مرة. الله يبارك فيك. الله شو وزينب، أنا متأكدة إن شاء الله على أنه أنتي دابا دخلتي في العائلة ديالنا وما بقيتيش غادي تمشي لبلاصة أخرى، غتبقي معنا على أصوات إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلي الدكتورة سناء معك، شنو سؤالك؟ السلام عليكم دكتورة سناء. صباح الخير. لازم صباح النور. أنا السؤال ديالي عندي 20 عام، تزوجت عامين هذه، وسميتو الطول ديالي عندي 1.65 متر، والوزن ديالي 65، وبغيت نشوف واش زيدة في الوزن ولا الوزن عندك مزيان. وعندي ضعف الإبادة، ومازال عامين هذه ومازال ما جابش الله. وما عندكش مشكل ديال الأكياس في البويضات ديالك؟ لا، وهاد الضعف عندي غير ما كيتسموش في الوقت المناسب وفيهم شي خلل. بالنسبه للوزن ديالك انت راه ما عندكش مشكل ديال الوزن، بالنسبه للقامه ديالك الوزن ديالك عادي. عادي عادي. هاد المشكل كانت عندي 70، وقال لي الطبيب خصك تنقصي شويه. قال لي خصك تنقصي، ومشيت مع في المصر ديالو وليت نقصت 5 كيلو. مزيان. فهاد 5 كيلو شحال الوقت نقصتيها؟ نعم. شحال د الوقت نقصتي هاد 5 كيلو؟ شي 4 شهور تقريبا. مزيان. عطاك شي ادويه على هاد؟ عطاني ادويه. وغير استمري في التريتمون ديالك. بالنسبه للوزن بعدا ما عندكش اشكال. وبغيت نسولك واش هاد الادويه كيكون عندهم زعما ياك ما كيطولوا في العلاج ديالهم ياك ما؟ لا، كل واحد وشنو. كاين اللي كيستاجب دغيا، كاين اللي خصو واحد المده عاد كيستاجب. ما تخافيش، باقا صغيره، يلاه هذه عامين باش تزوجتي. زعما ما كاينش اشكال. زربانه؟ نعم. زربانه على تماره؟ لا، الزوج ديالي اللي زربان ماشي انا. والزوج ديالك ما عنده حتى شي مشكل؟ نعم. الزوج ديالك ما عنده حتى شي مشكل؟ بغيت نسولك حتى على الزوج ديالي، هو دار التحليلات ديال الحيوانات ديال المني، ولقى بانه عنده الحيوانات المنويه ولكن قلال. ايوا، اذا المشكل مزدوج، حتى هو خصو عنده حيوانات منويه قلال. وبغيت نسولك زعما واش سمين راجلك؟ هو سمين. ايوا هو سمين، وهذيك السمنه ديالو قول ليه راه هي اللي مأثره له على ديك الحيوانات المنويه. بعدا ملي غادي ينقص هو الوزن غادي يحسن من الجوده ديالتهم، وتا الحركه ديالهم غادي تكثر. وحتى بغيت نسولك زعما واش السن حتى هو كيساعد في زعما في يكون الحيوانات المنوية قلال، حيت عنده تقريبا شي 39. 39 عام راه باقي صغير، باغا تشرفيه. كبير غير بالنسبة لك شوية، ولكني هو راه باقي صغير. وشحال عنده في الوزن؟ بيني وبينو يعني 19 عام، أنت اللي صغيرة. ربي يخليك. زينب، شحال في الوزن ديال راجلك؟ تقريبا غادي تكون فيه 96 100. وهو غير هو الا نقص واحد 15% ديال الوزن ديالو غادي تكون الخصوبه ديالكم كثر، لان انك بوحدك تاخذي الدواء ماشي حل. فهمتي؟ لان ولا بد حتى هو يتساعد معك، حتى هو خصو ينقص في الوزن، يعرف بان الوزن مأثر ليه على هذا الموضوع، راه الا فهمها غادي حل. تقريبا خصو ينقص. شحال فيه في الطول؟ هو عاد يكون تقريبا فايتني بشي جوج ولا يعني تكون فيه مترو 67. خصو زعما اكثر ما يمكن هي تكون فيه 75 كيلو، اكثر ما يمكن 75. يعني تقريبا راه عنده واحد 25 كيلو اللي زايده. دونك ملي غادي ينقص هو من هذا الوزن، ولكن ما ينقصوش بالزربه، ينقصو بشويه بشويه.
ديك الساعات تنظن بان المشكل غادي ما غيبقاش مطروح. شكرا. بلا جميل لاله زينب. شكرا زينب. زينب دابا انتيا انتيا اليوم يلاه اكتشفتي اصوات وتوكلتي على الله واتصلتي وشد ليك الخط وشاركتي معنا. اشنو دابا ان شاء الله انتيا غادي تبغي تقولي للناس اخرين باش تخليهم يجيو الاصوات؟ اش غتقولي ليهم؟ انا نقول لهم بان اصوات كانت زوينه واذاعه زوينه وكيطرحوا كيطرقوا لجميع المواضيع اللي كتسهلهم المراه ديال البيت والمراه ديال اون جينيرال زعما بصفه عامه. وكنقول لهم زعما كنوجه لهم دعوه باش يتصنتوا للاذاعه حيت جميله بزاف. شكرا لك كثير والله يفك حزامك ان شاء الله والله يرزقكم. انا ادعيو معايا ان شاء الله. وانا انا كندعيو معاك الله يرزقكم شي ذريه صالحه يا ربي. وكنطلب المستمعات يدعيو معاك اخت زينب. ولكن ولا بد تعطي هاد النصائح للزوج ديالك لان راه غادي ينفعكم هادشي بكثير. شكرا. وراه شعارنا اصوات سمح وتمتع. الله يخليك على خير اخت زينب. معنا عيشه من خريبكه. صباح الخير اخت عيشه. اخت عيشه من خريبكه السلام عليكم. عليكم السلام. انا سعيده بانني شد ليا الخط. الله يبارك فيك. وحنا كذلك طويله وانا كنحاول وما كيشدش ليا. مرحبا مرحبا اخت عيشه. واخا الموضوع ماشي كيخص الحمل وداك الشيء انا غير نقص الوزن. اييه مرحبا. انا عندي 48 سنه والطول ديالي متر و66. نعم. والوزن ديالي 80. نعم. وكنت كنوزن 90 وهبط ل 80 ولكن استقر ليا في 80 مابقاش بغا يهبط. ايوا تبارك الله طيحتي 10 كيلو. ايه بوحدك؟ صباح الخير على عائشة. بوحدك نقصتي هذا 10 كيلو؟ اه دكتورة سناء معك عائشة. دكتورة السلام عليكم. وعليكم السلام لاله عائشة. بخير. الله يسلمك. نشكرك بزاف على النصائح اللي كتعطينا. بكل فرحة لاله عائشة. بارك الله فيك. شحال المدة نقصتي هاد 10 كيلو؟ شي قولي شي عامين ولا. مزيان. وكندير رياضة كندير الله يرحمك. ما عاودتيش خلفتيها؟ لا ما عاودتش رجعتها. المهم استقر ليا في 80 ما بقاش بغا يهبط. واخا انا نفسر لك تقدري هاد 80 كيلو يمكن بقيتي فيها واحد المده طويله. بقيت فيها دابا شي 3 سنين ولا. كنقدر نهبط داك الكيلو ونرجعو النيس. كيكون واحد الخلايا عندهم ذاكره ملي كنكونوا واحد الوزن بقينا فيه بزاف كيبقاو هما مذكرينه واخا كنديروا مجهود بحال هما تيتعاكسوا داك فيما كتعطي غير شي شويه زايد كيستوكيوه كيخبيوه. فهمتي؟ ولكن خص العزيمه وخص المثابره. واخا طرا لي هذا المشكل ما نملش. حيت ما حدي وانا ناقصه ما حدي وانا غنزيد واحد الساعه عاوتاني الذات غادي تستجب. وعندي مشكل في الجلوتي. ايوا هذاك هو اللي ما يخليكش تنقصي الوزن. بلا ما يكون ديك الخلايا اللي عندهم الذاكره داك الكوتي راه هو مشكل كل شيء. الكوتي خصو يكون على لا اخف ما يمكن. وعند المغاربه العاده ديال الكوتي هما العجائن. هو الماكله الاساسيه والعجائن. وتما في العيالات كيبينوا حداك تيديهم ها مسمنات ها بغرير ها حرشه وكتبتاكر هكاك. وتبارك الله لاله سناء راه الوصفات كلها. دكتورة سناء وعندك تجريني على الكليان يا دكتورة سناء. وخلينا خدام. لا غير يبداو يديروا شويه داك الشيء مخفف. شوف انا دابا غادي نشدك ها كل نهار نقول لهم شوفوا ها الشهيوات مستمعاتنا ها الشهيوات اصحاباتي وها النصيحه الدكتورة سناء. صافي صافي يلا ودرتي راسك الخدمه. اذا الكوتي شنو غنديروا في هذا الكسكروت او الكوتي؟ وهذا بصح راه ماشي غير عندك اخت عيشه. بزاف السيدات هي ديك الوقيته اللي كتحسي بالسخفه كتجيك وكيخصك ضروري شي حاجه حلوه. عرفتي علاش؟ بها تقوتي بها قليبك. لان غادي يتغداو بكري حيت الدراري قاريين. غادي يتغداو بكري والعشيه طويله والعشاء فوقاش كيكون. اذا خصني نكسر داك الوقت نكسرو بداك الكوتي راه مهم. ولكن اشنو غناخذ فيه؟ الحوايج الساهلين. طيب الخبز بالبيضه وكونفيتير. يا اما بزويته بلديه يا اما بالكونفيتو ما خلطهمش بجوج. نحاولوا داك المركب ديال السكريات والدهنيات ما يكونش وقت الكوتي. ما يكونش وقت الكوتي. ولا لاحظتي معايا المسمن كله سكريات ودهنيات. ما حتى في الفطور ما خصوش يكون. حتى في الفطور ما خصوش يكون. خصو يكون شهيوه ساعه ساعه.
ماشي تنقول لك ما نحيدو من التقاليد المغربيه، ولكن خصو يكون شي وساعه ساعه. شي الا كنت انا مزيره الصمته في الاسبوع وداك السبت والحد اللي غنجلس في وسط العائله شويه نرخفها وشويه ندير شويه احتفاء بعائلتي ما فيها باس، ولكن خلال الاسبوع راني مزيره الصمته، ما كناكل لا يدام لا سكريات لا والو. الا جاني السبت والحد وشويه طلقت ما فيها باس، ولكن الا كنت السيمانه كلها راني راده البال. اما اليوم عندي جات عندي خالتي وغدا مشيت عند صاحبتي وبعدو غنمشي عند امي، راه هذا هو المشكل، ان هذا الشيء كيولي يوميا كل نهار كنلقى عذر وكنلقى سبب باش كنبرر هذاك الاكل المفرط. شكرا دكتورة، وكنرجو منك تعطينا شي نصائح، تعطينا شي وجبة من الصباح حتى العشية كلها، الفطور والغدا والعشاء. على الراس والعين العائشة. الله يجازيك بخير، وأنا سعيدة بهذا اللقاء اللي تلاقيت بك يا دكتورة. كل فرح لي العائشة. وأنا سعيدة بزاف بكم. وحنايا كذلك. شكرا لنصائحكم والله يجازيكم بخير. صباحك مبروك. وخليك دائما على أصوات أخت عائشة، تحية ليك، تحية للناس ديال خريبكانت وما كتشدوا بها أصوات هذه المدينة. اللي كنحيو بها كل مستمعه وكل اخت على الموجه 106.6 خريبكا بها اصوات 106.6. معنا اللحظه بشرى من الدار البيضاء ثم فاطمه من ثمن صورت، معنا دائما الدكتوره سناء العناني. صباح الخير اخت بشرى. السلام عليكم. لاله صباح النور. وعليكم السلام ورحمه الله اختي بشرى، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك، دايرين نتوما كل شيء بخير؟ اللهم لك الحمد، مرحبا بك على اصوات. الله يسلمك لاله بشرى. انا اول مره كنتصل باصوات وما كنتش كنسمع لي ميسيون، راجلي هو اللي كان كيتصنت ليها وقال لي عيط لهم راه كيهضروا على المشكل اللي عندي. ايوا الحمد لله اللي ربي دار. انا مع الخدمه ما كنلقاش الوقت فين نسمع على الراديو. ايوا دابا ان شاء الله تدخلي معنا للنادي ان شاء الله. مرحبا بك، بارك الله فيك. انا لا شنو بغيت نسول، انا عندي وزن زائد وعندي مشكلة الانجاب دابا تقريبا شي 3 سنين وانا مزوجه. قدرت نحمل مره واحده مي ما كملش الله، وقعت لي انفوسكوش. ولكن عندي وزن زائد وعندي واحد المشكل اللي هو تكيس المبايض. انا بغيت نعرف واش تكيس المبايض السبب ديالو هو الوزن الزائد، ولا نزلت الوزن ديالي، واش ممكن هذاك المشكل ديالي يقل وربما لي تريتمون اللي كناخذ يقدروا يديروا نتيجه احسن. تماما. وتا هاد لا فوسكوش اللي وقعت لك سببها هي السمنه، هي الزياده في الوزن. انا ما عنديش يعني زياده الوزن، ما عنديش لدرجه السمنه، يعني فاش كنشوف ليش فيها في انترنت داك داك اليام سي عندي ان سور بوين، ماشي كاع اوبيز. اليام سي شحال عندك؟ مش معطل با، مي انا فيها 80 كيلو وفيها 1.70 متر. ماشي بزاف. وي يعني كاين ممكن شويه ديال، ولكن حيت شنو عندك انت؟ داك عندك تكيس المبايض، فهمتي؟ انا عندي تكيس المبايض. تكيس المبايض اذا ما كتستحمليش حتى داك لو سور بوين. ديجا عندنا المشكل ديال داك لي زوفير بوليكيستيك، تكيس المبايض، و عندك حتى داك الزياده في الوزن كتاثر على 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 الاعراض ديال هذا المرض، وكتخلي بان الدواء ما تيكونش عنده نتيجه كافيه. داكور، يعني لو فيت مثلا ان داك لو كلوميد ولا دوك لي تريتمون دانفيرتيليتي بحال اللي ما بقاوش، ما غاديش يقرو فيك بحال الا كنتي ناقصه في الوزن. الا كان الوزن ديالك عادي وكانت الاي ام سي ديالك نورمال. الا انا نقصت الوزن خاصني كوميم ناخذ ان تريتمون، ما يمكنش نقص الوزن بوحدو مثلا يحل هذا المشكل. غادي تجربي بعدا غتنقصي الوزن بوحدو، غتشوفي الزوج ديالك توا واش ما عندوش مشكل ديال الزياده في الوزن. الحمد لله ما عندوش مشكل. اللهم لك الحمد. وديك الساعات تقدري توصلي للتريتمون، وانا مأكده بان التريتمون ان شاء الله غادي يكون عنده مفعول اكثر. داكور اوكي. اسمحي لي واحد السؤال، انا مثلا الكرش دابا باغ اكزومبل، انا في لا بروميير كروسيس ديالي كنت حملت بدوك لي زانجيكسيون هرمونال، ومن بعد فاش درتهم مره اخرى بحال اللي ما كانوش عطاو ان في، وما عرفتش سولت راسي لا انا لا ماماري، قال لي ياك ما داك لو فيت ان عندي يعني كنحس بالكرش فيها الشحمه، كنقول بحال هذاك الدواء ما كيوصلش. الشحمه ما كتخليش الدواء، لا لا راه عندك الحق، الشحمه ما كتخليش الدواء يعطي المفعول ديالو بواحد الكيفيه، فهمتي؟ بواحد الطريقه مزيانه. راه عندك الحق، راه ديك الشحمه اللي ما مخليهاش يدير الخدمه ديالته. داكور اوكي، شكرا يعني لالا بارك الله فيك. يعني دكتور منين غادي تنقصي الوزن لالا بشرى، منين تنقصي الوزن حاولي ما تنقصيهش بسرعه،
حيت الا جيتي ونقصتيه بسرعه ديك الخصوبه ديالك عاوتاني حتى هي غادي تنقص، ما غاديش تساعدي راسك، خصك تنقصي تدريجيا بشويه بشويه. شحال تقريبا؟ 5 حتى 10% في الاول، واحد 5 حتى 10% اللي تنقص غادي تساعدها على اباضه جيده احسن من هذه اللي عندها اليوم. ولكن شحال تقريبا خصها او ممكن تنقص من كيلو في الشهر او في الاسبوع مثلا؟ في المعدل كنقصوا واحد 4 كيلو في الشهر، كيلو في الاسبوع ماشي اكثر. هي الا نقصت غير ما بين 800 غرام وكيلو في الاسبوع راه مزيانه بزاف. سمعتي؟ شكرا، بارك الله فيك. شكرا. احنا مازال ان شاء الله غادي نرجعوا للدكتوره سناء باش تعطينا نصائح. غادي غير ناخذوا جوج مستمعات اللي معنا تاهما على الخط وغادي نرجعوا نصائح، وان شاء الله نتمنوا تنتيه من الله ربي يجعل سبب بهذا البرنامج وبهذا اللقاء على اصوات مع الدكتوره سناء ويطرح ان شاء الله البركه يا ربي. غادي ناخذوا فاطمه اللي معنا من تمن صوت. صباح الخير فاطمه، وكنذكر بقات لينا تقريبا واحد 8 ديال الدقائق فخصنا ناخذوا الاسئله ونجاوبوا وعاد نديروا الخلاصه. صباح النور اخت فاطمه. صباح الخير. مرحبا بك على اسواس. ربي يخليك. الحقيقه عندي انا واحد المشكل، يعني دابا انا 5 سنين دابا باش مجوجه ووقع لي دابا دو فورس كوش. والمشكل اللي كاين زياده في الوزن، هذه دابا كاينه. عندي 1.58 وعندي الوزن بقى 72 دابا تقريبا شي عام، هذه بقى سطابل 72. وبيت دابا فيلو، دابا انا مشيت عند طبيب لي تريتمون كلهم درناهم كاع داكشي يمكن يدار درناه. اخر حاجه قال لي خصك تنقصي في الوزن، ولكن ما تيبغيش يبقى، ما بقاش باغي يتنقص، يبقى ستابل تقريبا دابا عام بقى 72 ما بقاش باغي ينزل. على شحال كان قبل؟ لا فاطمه صباح الخير، شحال كان الوزن ديالك قبل؟ قبل ما نتزوج تقريبا كان عندي 60. لا ماشي قبل ما تزوجي، ملي كنتي مشيتي عند الطبيب على هذا المشكل ديال لي فوس كوش وهذا، قلتي نقصتي ولكن بقيتي حدك حد 72، شحال كانت فيك قبل؟ لا كانت هي 68 وتزاديت مع ذاك الدواء اللي هما غير دي زغومون يزيدوا في الوزن. زاديت وعاوتاني نقصت ثاني 2 كيلو وعاوتاني تزادت بقيت دابا 72. واخا. هاد الزياده في الوزن هي اللي غتكون عندها سبب في هاد لي فوس كوش، لان كتكون داك الوالده ما كتكونش مزيانه باش كتقدر تستقبل داك الجنين، دغيا كيطيح. فهمتي؟ غادي يطيح، غيوصل دو موا غادي يطيح، وهذا سبب مباشر، سبب مباشر ديالو هي السمنه. وفاش راقب ليا لوفوليسيون تقريبا ما تتكونش في 14 ولا كاز، تقدر ما تكونش كاع، تقدري دوزي واحد الدوره بلا ما تكون اباضه، ولا واخا تكون اباضه ما تكونش الجوده ديالها مزيانه. هذاك الشيء اللي قال لي، لان ما تتكونش في هذاك الوقيت اللي خصها تكون، تتكون ضعيفه. غتكون ضعيفه وغتكون الجوده ديالها ناقصه بزاف. تاكدي بانه الوزن هو اللي وراه هذا الشيء. ولكن دابا كيفاش يمكن ندير من الاول؟ نبدا دابا عندي اموا، قال لي اموا نعاود نرجع ثاني عندو نتبع. ولكن في الشهر راكي ما غاديش تنقصي بزاف، في الشهر غتنقصي 4 كيلو وما تحاوليش تنقصي اكثر. فهمتي؟ ما تحاوليش تنقصي اكثر، لان الا نقصتي اكثر الخصوبه ديالك ما كتساعديهاش. فاطمه هذا السؤال اللي كطرحي مهم. دكتوره سناء، انا ونكون يعني كندير راسي في بلاصه فاطمه وفي بلاصه بشرى والاخوات، شنو هو الهدف دابا اليوم؟ ربما الدور ديالك هو تعاون هاد السيدات يديروا الهدف قدام عينيهم، يبان ليهم بوضوح اش باغيين. مثلا السيده دابا هي مشات عند الاطباء، شافت قالوا لها خدات الدواء، خدات الدواء والدواء ما دار لها والو. اذا شنو تقول لهم؟ شنو الوقت شحال خاص السيده دير تقول من هنا واحد 6 شهور ان شاء الله، واحد 6 شهور ولا 9 شهور ديرها قدامها. نعم. ماشي تحت باغا النتيجه ديك الساعات، لان داك الوزن راه ما ترتبش على حتى ديك 6 شهور و 9 شهور، راه ما ترتبش فيها داك الوزن، راه سنوات وحنايا كنجمعوا فيه. دونك حنا غنعطيو راسنا واحد 6 شهور ولا 9 شهور نقادوا فيها الوزن ديالنا، عاد ان شاء الله تكون الانجاب. يعني دابا اقل ايمانه فاطمه غتهضري وانت مع راسك غتقولي ان شاء الله من هنا ل6 شهور ها شحال تقريبا نكون فرنسا اللي هما هي قراب منا، ما تيعطيو الدواء
ملي تيكون عندهم مشكل ديال الخصوبه حتى هما ولا عندهم مشكل ديال الافراط في الوزن ما تيكون ما تيعطيو الدواء حتى كيدوز واحد 6 شهور ولا 9 شهور ديال التنقيس في الوزن عاد كيعطيو الدواء من بعد ويقدر غير بداك التنقيس في الوزن كتكون المشكل صافي ما تيبقاش مطروح كيتحل المشكل ما كيبقى كاع لا دواء لا والو لا مساعده لا هرمونات لا والو. اذا فاطمه حنا غادي نرجعوا ان شاء الله خليك معنا على اصوات اخت فاطمه وباش قول لنا الدكتوره هاد 6 شهور ان شاء الله كيفاش ممكن السيده تبان ليها برنامج ديالها واضح باش تنقص الوزن بحول الله. صافي فاطمه بقى معكم انا يلا انا كنشكرك يا فاطمه لانه ما بقالنا لاش الوقت يلا ناخذ الاخت حكيمه. حكيمه معنا من دار البيضاء. صباح الخير يا اخت حكيمه. اهلا صباح الخير. صباح الانوار على اسواد. اخت سناء لاباس عليك؟ الحمد لله حكيمه وانت اش اخبارك؟ الحمد لله. كي داير الدكتوره لاباس؟ الله يسلمك لاله حكيمه. هذه اول مشاركه ليا مع ملي ساعدني الحمد ولكن حيت عندي نفس المشكل داكشي علاش مرحبا الحمد لله انا فرحانه هذا الموضوع يعني درناه وكان نيت الرغبه ديالنا هو نجاوبوا على مجموعه المستمعات فجاء موضوع في الصميم. تفضلي اختي حكيمه يا ريت باختصار شنو السؤال ديالك باش نقدروا نرجعوا لنصائح الدكتوره. واخا شكرا. انا مزوجه عام وشهرين دابا وما حملتش ومني دوز فقال لي بلي عندك تكيس في المبايض وخاصك تنقصي من الوزن. انا في الطول ديالي 1.69 وكانت هي 83 دابا نزلت 72 مزيان ومازال عندي نفس المشكل ما جابش الله مازال ما حملتش ومازال عندي تكيس في المبايض ومتبعه التريتمون وداكشي ومازال ما كاين والو. غتزيدي تنقصي ديجا 72 بالنسبه ل 1.69 راها مزيانه فهمتي دابا غير تبعي التريتمون ديالك وراه ان شاء الله غادي يكون خير. قربتي من الهدف راه تبارك الله عليك اللي نقصتي من 83 حتى 72 كيلو. تحاولي تاكلي بطريقه متوازنه وتبعي التريتمون ديالك وتشوفي الزوج ديالك واش ما عندوش حتى هو مشكل ديال الزياده في الوزن. الزوج ديالي حتى هو الزوج ديالي الوزن ديالو عنده مزيان ودار التحاليل وعنده عنده كل شيء مزيان وان شاء الله هذه مساله غير مساله وقت غير انت خوي بالك من هذا الشيء. شكرا دكتوره حكيمه. حكيمه نعطيك واحد المثال غادي يشجعك. واحد السيده كنعرفها في فرنسا عندها نفس المشكل ديالك ولكن عندها مشكل كبير زعما ماشي مشكل هين. بالنسبه للاطباء تما قالوا لها ما يمكن لها تولد الا اذا دارت تخصيب اصطناعي ما يمكنلهاش تولد. مشات عندها الميعاد ديالها مشات باش دير تخصيب اصطناعي لفت انها نسات بانها غادي تقدر تنجب بشكل طبيعي خوات راسها من هذا المشكل وقالت صافي انا غادي نجب اصطناعيا. نهار مشات للموعد ديالها غير ديك الفرمليه جات دير ليها التلفازه قالت لها سمحي لي غنعيط على الطبيب. مشات جابت الطبيب لقاها حامله مع ان ما كانش عندها نهائيا تشي حد في انها تنجب. راه حتى النفسانيه ديال المراه عندها واحد بلا ما تحسي غتقدري انت كتبلوكي في راسك. اما بالنسبه لك الوزن الحمد لله ما كيشكل حتى شي مشكل متبعه عند الطبيب يعني انك تاخذي الدواء اللي لازم تاخذيه حتى هذاك الدواء بالنسبه للوزن ديالك راه تيعطي ايوا غير يا مسهل ما ان شاء الله راه حكيمه عيطي لنا وقلنا اشنو ولدت ان شاء الله فرحينا باش نطلقوا لك الزميته. انا اليوم بغيت نحييك ونشجعك ونقول لك برافو 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 لانه طيحتي 11 الكيلو. هذه واحد التصفيقات كنشجعوك بها اخت حكيمه وجميع الاخوات اللي ان شاء الله اليوم راهم طيحوا ومازال غادي يطيحوا. هذا الشيء كيخصو القوه النفسيه والعزيمه وحنا رحنا معاكم. برافو عليك. اصلا راه كنبروك بزاف بلا ما نشوفوك. تحيه ليك الله يبارك فيك حكيمه وحنايا متضامنين دائما معاك وتصفيقات وتشجيعات ليك حكيمه ان شاء الله راك قربتي من الهدف. دكتوره سناء غادي نعملوا الخلاصه. الكاسكروت كيفاش نحيدوا الكاسكروت؟ شنو هي البرنامج ديال اليوم ولا ديال الاسبوع مثالي والبرنامج على 6 شهور باش هاد السيدات ان شاء الله يقدروا يكثروا الحدود ديالهم سمحوا لي الحدود ديالهم باش يكون على الدوام نحيدوا الزيت والسكر والماكله ما بين الوقات هذه بعدا على الدوام باش الانسان ونقصوا شويه من الملح لان الملح تينفخ.
نحاول ما نغمش، نحاول خديت البطاطا كيف حيت البطاطا مشكلها انها مدوله بزاف عندنا في المغرب، خديتها ما نطيبهاش بزاف، ولا كليتها ناخذها مع خضره لونها خضر ومع اون بروتيين يعني لحم ولا دجاج ولا حوت ولا بيض، ما ناخذهاش غير بوحدها باش هذا. ما نخليش قل من 3 ساعات ما بين جوج الوجبات، وما نخليش اكثر من 5 ساعات ما بين جوج الوجبات. نحاول نتحرك ماشي نبقى غير جالسه في بلاصتي وكنبلع. ملي كيجينا الجوع وما عندنا ما نديرو بصح الماكله كتكون كتكون الجوع وحسيت بالجوع مفرط، كيف كنت قلت لكم سابقا كاس ديال الماء ونصبر واحد 10 دقائق ما فاتنيش الحال سي با غاف، غنعاود ناخذ واحد كاس الماء معاه تفاحه في نفس الوقت، لان داك التفاحه بقشره ديالها لان كتحتوي على واحد الماده سميتها لابيكتين، هذيك لابيكتين كتنفخ 50 مره الحجم ديالها ملي كناخذوها مع الماء، دونك غادي تعمر لينا كرشنا شويه غادي وديك التفاحه ماشي نجيو ونلتهمها، نضغها بشويه عليا وناكلها بشويه عليا ونعرفها كيفاش داس وفيها نشوف فيها داك الطبق ديال الشكلاط ولا داك الكيكه ولا داك الشيء اللي جاوتي فيه ديك التفاحه نصورها على انها داك الشيء اللي بغيت مسمنه ولا داك الشيء اللي بغيت مسمن. المشكل ديالو اللي لحد قالت لك يعرفوا كيفاش كيطيب المسمن باش كيكون زوين تكون فيه الزبده بلا قياس وكتكون فيه الزيت بلا قياس، دونك هذا الشيء باش يكون زوين. وداك الزبده وداك الزيت راه كيدخل عندنا كيتمركز في البلايص اللي ما بغيناهمش يوقف. اذا باش نقطعوا الجوع باش تسقم يا لاله راسك عليك بهذه النصيحه بسيطه، كاس ديال الماء وتخلي قسمين دوز الا مازال فيك عاوتاني تتحسي بديك الهيمريج الجوع كيجيك ديك باغا تاكلي، زيدي كاس اخر ديال الماء وشربيه غير بالمهل. نخمم في الخيار، نخمم في واحد البيضه مسلوقه، ايه هادو كلهم تيطفوا لينا الجوع شي شويه. شحال من مره ناكلو في اليوم؟ عندنا الفطور، عندنا الغداء، عندنا الكوتي وعندنا العشاء. 4 المرات 4 الوجبات لا اكثر. ما نحيدوش العشاء، ديك السيده ديال اللي كتقول لك انا طيرت العشاء غير خصو يكون خفيف، ماشي غادي ندير الطاجين في العشاء باش نتسمى تعشيت. يعني دابا الفكره دكتوره سناء كتقولي لنا ما نحرموش راسنا بزاف، كيفاش اذا لقاو ديك النظام باش انه السيده خصها تاكل 4 المرات في اليوم باش عاوتاني حتى ديك الماكله اللي كتجي من بعد الجوع بزاف ما مزياناش. بالنسبه للوجبه ديال العشاء هي اللي غادي تكون كتكون عندنا مشكل، راه ضروري نديروا فيها واحد البروتين، داك البروتين ماشي اللحم الحمر، اللحم الابيض يا اما صدير ديال الدجاج يا اما طريف ديال الحوت، ما كتعداش واحد 100 غرام تقريبا 100-125 غرام، وناخذوا معاها يا اما صويبه يا اما خضيره طايبه اللي بغينا. على 6 شهور على 6 شهور السيدات اللي كيتابعونا البرنامج، الهدف ديال السيدات يولي هو قلنا كيلو في الاسبوع ماشي اكثر، ماشي اكثر معدل ديال 3-4 الكيلوات في الشهر. باش السيده مثلا اللي قالت على 6 شهور الا نقصت غير 2 كيلو في الشهر راه مزيانه، غير يكون على الدوام، حيت 2 كيلو في الشهر في عام راه غتنقص شحال. الا درنا غير 6 شهور يعني غادي تطيح ما بين 12 و 15 كيلو، هذا ما كان راها مزيانه، راها غادي تكون قادت المشكل ديالها. كنشكر كثير كثير دكتوره سناء العناني، كنذكر بانك اختصاصيه في الحميه والتغذيه وطب التجميل. كل فرح لله ان شاء الله. هذا الموضوع مازال غادي نرجعوا له لانه مازال عليه مكالمات كثيره، فشكرا لكل من اتصل بنا وشكرا لكل من كيختار اصوات. بعد لحظات غادي نواصلوا برامج